شو مش خايفي رغم الأخطار اللي شافوها مش هتعادل أخذ قرار دايما دول مش المشوار في السكة حفر أو أحجار قتلتهم لكن هزموها صدق إن الراعي لخرف في حظاير تانية كتير صدق حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. عنوان حلقتنا النهاردة مختلفة حقيقي وفيها يعني كشف وأمور يعني بصلي أن يكون لها أثر عند إخواننا وأحبائنا المسلمين اللي اهتموا بالموضوع دوت. عنوان حلقتنا النهاردة الملاكم الأمريكي أندرو تيت وكشف خرافة تكريم المرأة أو تكريم الإسلام أو القرآن للمرأة. معنا النهاردة وطبعا حضراتكم عارفين سلسلة ترجمة القرآن أو تزييف وتحريف القرآن بتكون معنا فيها الدكتورة مريم، فمع حضراتكم بنرحب بيها. أهلا بحضرتك يا أخت مريم، تفضلي. أهلا بحضرتك أخت نورة، أنا بجد مبسوطة جدا أن أنا أكون مع حضرتك في برنامج ونحن نتكلم عن الموضوع ده عشان أخواتنا المسلمين صدعونا بيه الفترة اللي فاتت حقيقي. فأنا عاوزين يعني نناقشه مع بعض. أكيد طبعاً لأن كمان يعني وناقشنا في الحلقات اللي قبل كده إزاي بيتم التزييف وإزاي بيتم تصدير قرآن وديانة يعني غير الإسلام، غير اللي إحنا كمسلمين كنا فيها، ومهتمين جداً. وهتتكلمي برضه حضرتك، هناقشك في النقطة دي، ليه هم أصلاً مهتمين بالغرب، ليه يعني مهتمين بكل من لا ينطق غير الناطقين باللغة العربية بشكل عام، يعني في كل البلاد هم مهتمين بهم جداً، وفي أموال كتيرة جداً بتنفق في سبيل الرسالة أو الدعوة الإسلامية توصل لأكبر عدد من الناس دي. لكن في البداية وزي ما متعودين حضرتك ممكن تصلي من أجل وقت الحلقة. يا رب نشكرك لأجل كل فرصة يا رب تدهلنا أن احنا نشهد فيها عن حضرتك وصلاحك ومرحنا وعملك يا رب الحال. يا رب نيجي النهاردة قدامك وقفمش الصغر يا رب من أجل أخواتنا المسلمين، أن إله هذا الظهر أعمى أعينهم وأضلهم أبعدهم عنك يا رب بطرق كثيرة منتوية، خلاهم يا رب شايفين الظلمة نور والنور ظلمة وماشيين في السكة يا رب اللي بتوديهم للهلاك وهم مش حاسين. كل هدفنا يا رب وكل خيتنا وكل اشتياق قلبنا ان هم يعرفوك انت الاله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي ارسلته فيخلصوا يا رب ويتحرروا ويتمتعوا بشخصك المبارك ويكون لهم حياه ابديه فيك، لان مسرتك يا رب هي ان الجميع يخلصون الى معرفه الحق ويقبلون انت يا رب. لا تصر بموت الشرير بل انه يخلص ويحيا بعد ما يتوب عن طرق الرضية يا رب فيتمتع بيه. مش أنت الإله القاسي اللي هدفك أنك تملأ جهنم من الناس، لكن أنت هدفك يا رب أنه الجميع يعرفوك والجميع يتمتعوا بالملكوت يا رب. يا رب النهاردة استخدم كل كلمة كل فكرة وكل حاجة يا رب احنا النهاردة بنقدمها عشان تتلمس مع قلوب أخواتنا المسلمين عشان يعرفوك. بارك يا رب القناة، بارك العاملين في البرنامج، بارك الأخت نورة، استخدمها بقوة لأجل مجد اسمك القدوس وامتداد ملكوتك يا رب وخلاص النفوس الغالية اللي مات المسيح لأجلها. لكل المجد يا رب في اسم يسوع، أمين 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 باسم يسوع. طبعا الفترة اللي فاتت واللي بيتابع مواقع التواصل الاجتماعي كان موضوع الملاكم الأمريكي اللي أسلم يعني واخد حيز كبير جدا، خصوصا لأنه هو شخص يعني مشهور وليه وضعه ليه مكانته على أو كان في الفترة اللي فاتت قبل ما يتم يعني حذفه من هذه المواقع. وهنشوف مع حضراتكم ليه الأمور دي حصلت. طبعا هو لما أسلم الكل هلل وكل فرح، كل المسلمين يعني اللي يقول لك ده غني ومش محتاج عشان ان هو ياخد مننا مثلا فلوس عشان حد يقول ان هو أسلم، ده هو مشهور مش محتاج شهرة، الحاجات دي فعلا حقيقية. لكن هنلاقي في أندرو تيت الملاكم دوت أمور يعني، وطبعا احنا مش بنشخصن الأمور، مش ملناش يعني أي صلة بيه أو أي تعامل معاه، لكن احنا بنكشف
حالة من ضمن الحالات اللي سببت بهجة وللمسلمين. وعايز أقول لهم فعلا لو أنت يعني مسلم عايز تجمل الإسلام، عايز تظهر الإسلام بصورة إن هو دين سماحة ودين بيحترم المرأة والأمور دي كلها، أنت نفسك مش هتوافق على إن يكون الملاكم دوت مسلم أو ينتمي الإسلام. لكن في حقيقة الأمر إن أندرو تيت ده اكتشف إن الإسلام هو العقيدة اللي يعني تتناسب وتتلائم مع أفكاره. ما شفناش مثلا ان هو قال عن الاسلام ان هو لا دين رحمه دين سلام كل الامور دي، لا، لكن هو المعطيات اللي قدمها انه بسببها اسلم، دي حاجات حقيقيه وموجوده في الاسلام، لكن ما هياش سبب فخر لاي مسلم. بالعكس، ده المسلمين بيحاولوا يعالجوا الامور دي وبيسموها شبهات، فاللي بتسموها شبهات توافقت مع فكر ومع يعني معتقد هذا الشخص، اللي هو عامل زي ما يكون يعني شخص مش موضوع ان هو ايمان وعقيده، عامل زي ما يكون شخص يعني لقى جاكيت كويس يعني يناسبه، يناسب حجمه، يناسب شكله، يناسب وضعه، فلبسه. هو ده كل الموضوع، يعني هنشوف وهنناقش مع حضراتكم بادله، مش بنتكلم من عندنا. يمكن الحلقه معظمها هيكون فيديوهات بنقدمها كإثبات ودليل لكل كلمة إحنا وكل طرح هنطرحه، لأن ما يهمناش الأشخاص أيا يكونوا، بنصلي فعلا من أجل خلاص الجميع، لكن كل واحد حر فيما يختار. لكن نناقش مع حضراتكم هو اختار إيه وليه. ففي البداية خلينا نشوف واحد، ما نقدرش طبعا نجيب من كله، لكن هنشوف نموذج من الشيوخ والقنوات الفرحانة بإسلام هذا الملاكم في الفيديو الأول مع حضراتكم. نشوف حول دخول أندرو تيت في الإسلام. يتجدد عند الإنسان شعور العزة بهذا الدين، لذلك أقول نحن نسعد بدخول أندرو تيت في الإسلام وغيره في الإسلام، ونؤكد لمشاهدين الكرام ولكل من يشاهدنا في كل مكان أن دين الله سبحانه وتعالى تكفل الله بنصره. طيب، يتكفل الله بنصره. طيب، سمعتي طبعا يا دكتورة مريم الشيخ ده، يعني عايزة رد سريع منك. وأنا بس عندي ملحوظة، معرفش ليه إخواتنا المسلمين فرحتهم بتبقى مضاعفة لما يكون الحد اللي دخل الإسلام أجنبي. مش عارفة يعني ده بيديهم إيحاء إنه طمأنينة، يعني إنه الدين ده صح، يعني الغربي ده أذكى مثلا أو أكثر علما أو أكثر خبرة أو أكثر تحضرا، فلما يختار الطريق ده فأنا بأطمن أنه أنا ماشي في الطريق الصحيح. يعني مثلا لما الأخت نور تجيب الموبايل ده يبقى هو ده الموبايل العظيم، لأنه الأخت نور أكيد بتعرف أحسن مني وعندها يعني خبرة أكتر، فهي الحاجة اللي هي اختارتها تطمني، لكن لو هي اختارت حاجة غير اللي أنا اخترتها فأنا هقلق. دي نقطة. يعني طبعا هم بيفرحوا بالعرب، بس الفرحة مع الأجانب بتبقى مضاعفة زيادة، دي أنا ملاحظها من زمان. وبعدين العرب، لا العرب في أساليب تانية لإسلامهم، العرب في وخصوصا في مصر معروفة، يعني في العرب لأساليب تانية لأسلامتهم، ما بيبقاش برضو مش العقيدة، لأن العربي فاهم القرآن كويس ووصل له المعلومة، المسيحي العربي ووصل له المعلومة صح، فبتبقى في أسباب أخرى لإسلامهم. هم بيبقوا حاسين إنه الأجنبي ده هيبقى إضافة، فعشان كده المثال اللي حضرتك جبتيه كان جملة غريبة قوي، إن الواحد بيشعر بالعزة. الحقيقة الجملة دي فكرتني بمقولة رسول الإسلام لما كان بيقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فمش عارفة هو الدين يعني بيتعذب أشخاص ولا الأشخاص، يعني مفروض إن هو العزة يكون في بيستمدوا بالظبط من كتبه، بيستمدوا قيمتهم. يعني أنا مش بضيف حاجة للمسيح، لكن المسيح هو اللي بيضيف لي كل حاجة، فأنا مش عارفة المنطق المقلوب ده يعني سببه ايه. عزه مستورده يعني برضو ممكن العزه المستورده يبقى ليها يعني دايما احنا عندنا عقده الخواجه في مصر او في البلاد العربيه عموما، انه لو انا جبت حاجه من بره فدي حاجه قيمه. أيوة. فاحساسهم بقى انه لو الغربي ده اوروبي او امريكي او استرالي او كندي او لو دخل الاسلام على الرغم على الرغم من ان هم يعني الناس اللي بتأسلم من خلال الدعوة دي بمقدم لهم زي ما حضرتك قدمتي قبل كده قرآن مزيف، قرآن ترجمته يعني فيها تحريف وفيها تزييف وفيها تغيير لمعاني الكلمات. ما هو ده يمكن احساسهم بقى انه ده مش هيعرف، مش زي بقى اللي هو مثلا مسيحي في مصر ولا مسيحي في العراق ولا مسيحي في سوريا، بعد شوية هيدور ويقرأ ويفهم، لكن ده اللي هو احنا ايه ادينا له بضاعه بايظه وهو مش هيقدر يعرف وهيعيش طول عمره مخدوع.
فهم بيحسوا انه الاجنبي ده لما يدخل الاسلام ده شهاده يعني تصديق على صحه الاسلام. ودي مش اول مره على فكره، يعني فرحتهم بجارود دي، فرحتهم بجيفري لانج، فرحتهم بمراد هوفمان، فرحتهم بناس كتيره قوي. يمكن في حاجه برضه حصلت الايام اللي فاتت بس مش عايزه اقولها دلوقتي لما حضرتك تكملي الفيديوهات، برضه انا ببص لهم كده، طب هم ليه يعني ليه اللي هيعز الاسلام ان واحد يدخله؟ يعني ليه الاسلام ما يبقاش فيه عزه، او يعني الدين اللي انت مؤمن بيه ما يبقاش فيه عزه من تعاليمه ومن مبادئه ومن الاخلاقيات اللي هو بيحطها في اتباعه؟ يعني ليه محتاج فلان وعلان انه يدخل عشان يديله العزه؟ ده معناه ان هو فقد العزه بالظبط. وخلينا برضو نشوف ازاي يعني اعز اندرو الملاكم دوت ازاي اعز الاسلام بوجوده فيه. ف هنتناول، احنا قلنا الموضوع النهارده مش يعني امور مشخصنه او بنقصد بها شخص معين، لكن احنا بنتكلم عن الفكره اللي ورا الامر دوت. اول حاجه، من كذا اسبوع من قبل ما الشخص ده يعلن اسلامه، كان حصل ان هو طرد بسبب يعني تصريحاته اللي اطلق عليها ان هي لا تليق بالانسانيه، يعني فيها تحقير للمرأة وتحقير لأفكار كتيرة جدا، طرد من مواقع كتيرة، غير أنه هو كان اتهم بالإتجار يعني بخطف البنات والإتجار بهم بطريقة يعني في الدعارة لأنها هنشوف الكلام ده هو يعني هو بنفسه اللي هيصرح بيه. بعد كده ابتدى يضطر أن هو يترك أمريكا ويروح على رومانيا، لأن هناك التحرش فيها مش بيعاقب زي هنا، يعني مش بيهتموا قوي ان هو، لان غالبا ما فيهاش تحرش كتير، فالقوانين فيها مش صارمه ضد التحرش، فراح هناك. خلينا الكلام اللي انا بقوله ده نمشي مع حضراتكم فيه خطوه خطوه، ان هو عمل كان في حاجات سبقت ان هو يعلن اسلامه، مواقف وظروف حصلت في حياته بعديها اعلن او اشهر اسلامه، قال انا مسلم. فخلينا نشوف في الفيديو التاني ايه اللي بيحصل. هذا الأسبوع تم من أعظم الأمور قبل الاستمرار بالإسلام إلى قناة يوتيوب والأسبوع الماضي كان متابعة مثل الأندرتاك من تيك توك وقبل ذلك انستغرام وفيسبوك وتويتر. السبب هو أنه نشر محتوى ينتهك الإرشادات التي تهدد وتحارب على العنف أو تبريد الأفراد أو الجماعات من إنسانيتهم. طيب دي قناة بيقولوا أن هو يعني كان بيحرض على العنف، فطرد من كل المواقع، من التيك توك وفيسبوك كله، ومن كله طرد منه. وبعد كده راح اضطر ان هو يروح لان هو كان مطلوب القبض عليه في يعني خطف وشكاوي كتيره كانت ضده. الغريب ان هو كان بيطلع، لان هو طبعا مليونير وبيستخدم الفساد زي ما هنشوف في الفيديو ده، بيستخدم اي طريقه ان هو ينجي نفسه بيها. فنشوف، مش هنتكلم برضو يعني كتير في الامر ده لان ده يعتبر يعني حاجه في شخصيته هو، فاحنا مالناش في دعوه في الامر ده. فخلينا نشوف الفيديو الثالث لما اضطر ان هو يروح على رومانيا لان مش بتعاقب، وده هيقوله هو بنفسه، واسمعوا حضراتكم. I like living in countries where corruption is accessible for everybody. I'd rather be in a society where if I'm in Prague and they stop me for speeding and they say, bro, you were speeding. No, here's 50 bucks. All right, cool, cool. But, bye. If corruption exists, which it does, let us all. يعني بيقول ان هو لو في فرصه ان هو يستفاد من حته فيها فساد وما فيهاش تطبيق يعني صارم للقانون، ليه ما يعملش كده؟ هو بالاختصار بيعترف بالتهم الموجهه اليه، واصلا مش محرج ولا خجلان من الامر ده، ويمكن دي شويه في ثقافته اكتر من ثقافه الشرق. فتعليقك على الفيديوهين دول يا اخت مريم، اتفضلي. هو الحقيقه اول ما شفت الفيديوهين اول حاجه افتكرتها احمد ديدات لما كان بيقول ان النصارى اخذوا مننا سوري يعني السفهاء، لكن احنا اخذنا منهم العلماء. طب يعني كنت اتمنى يكون هو عايش ويشوف الاخ اندرو، يعني هم اخذوه من يعني هو شايف ان اخذوه من المسيحيه. طيب انت حضرتك هتصنفه فين؟ يعني كنت اتمنى يكون عايش وعنده امانه كده وضمير ويشوف هو يحطه في انه خانه من الخانتين اللي هو حطهم. احنا ما اعترضنا يعني على ان هو بيستخدم الالفاظ دي. الفيديو الاولاني وصف الشخص ده بانه الرجل الاخطر على الانترنت، مش الاخضر، مش الرجل الاخضر، لكن الرجل الاخطر. الاخطر ايوه. طيب يعني طب ايه المفخره في انه يكون واحد بالشكل ده الناس فرحانه ان هو انضم لدين؟
يعني لما بيكون كده، يعني عندنا احنا مثلا في مصر في البلاد العربية، لما يكون في عيلة فيها واحد يعني بس بيعمل مشاكل، العيلة بتتجنبه، يعني يقول لك ان ده هيورطنا في مشكلة، فما بال دول بقى فرحانين بالرجل الاخطر ده ان هو انضم لهم وبيتباهوا بيه. واتقال ان هو اتحظر على مواقع الانترنت، مواقع التواصل، بسبب انه الحاجة كلها اللي بيصيرها فيها عنف. طب ده يدل على ايه؟ يعني ده يدل على انه قدوته عاملة ازاي، يدل على انه شخصيته، يعني مع احترامنا ليه، شخصية سيكوباتية، لأن الإنسان اللي هو بيميل للعنف ده مش إنسان سوي، ما ترباش تربية سوية، فبالتالي ده بينعكس على سلوكه. حاجة تانية الغريبة اللي لفتت نظري، إن هو بيتكلم بيقول أنا أحب أعيش في بلد فيها فساد. طب أمال خير أمة أخرجت للناس، ورسولك اللي أنت آمنت بيه ده دعي بأنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وإله وصفه في القرآن بأنه على خلق عظيم. طب امال انت فين بقى قدوتك؟ ولا هو ده القدوة واحنا مش واخدين بالنا؟ برضو عجبني قوي لما قال ان انا ادفع رشوة $50 ومش عارف اعمل ايه. ده بيفكرني بانه اله الاسلام بياخد جزية ويسيب الناس كفار، يعني مش هدفه انه الناس تخلص او انها يعني تعرف الحق اللي هو مفترض في الاسلام، لكن هدفه انه هو ياخد الجزية. فالحاجات دي كلها لما تتحط على بعضها، هل ده صورة مشرفة المسلم يتباهى بيها، ولا هو بس عشان اسمه براق، او انه حد اجنبي مش عربي، حد مشهور، حد هيعمل لهم بروباجندا، فهم فرحانين بدون ما يعرفوا الخلفيه. مش عارفه ليه المسلم دايما عنده حته انه عاوز حد يثبت له ايمانه، او حد ياكد له ان الحاجه اللي هو اخذها او اللي هو المفروض حاسس انها كويسه، عايز حد ياكد له انها تمام. ليه هو ما عندوش يقين داخلي بغض النظر مين راح فيه، يعني صحيح. مين عمل ايه؟ صحيح. يعني اللي دخل الاسلام مش هيضيف لك حاجه، واللي خرج من الاسلام مش هياخد منك حاجه، انت المفروض عندك يقين داخلي. فانا بحس مع احترامي للمسلمين ان هم ما عندهمش اليقين ده للاسف. طيب خلينا نشوف بقى هو ليه، يعني ليه اسلم وايه اللي عجبه في الاسلام. طبعا هو لما بنتكلم على المسيحيه زي ما انا قلت، هو مش فكره عقيدة، ولا هو كان في دعوة في الإسلام أو دعوه لواحد الإسلام في كذا كذا، ما فيش الكلام دوت. وهو نقده، لما بنشوف نقده للمسيحية، هو بيتكلم عن تصرفات أشخاص، هو ما بيتكلمش، يعني هو مش فاهم حاجة أصلا في الكتاب المقدس، هو ما بيتكلمش عن أي فكر أو أي يعني حاجة في الكتاب المقدس، هو بيتكلم عن تصرفات أشخاص. فلان بيعمل، أسيس بيعمل، الناس بيعملوا، ما تعرضش نهائي للكتاب المقدس. يعني مفيش حاجة في المسيحية نفسها هي اللي يعني أثبتت له إن هي باطل فاضطر إن هو يروح للحق. لا، الموضوع مش كده. الموضوع كان بالنسبة لشخص زي ده ملاكم، إن هو موضوع عضلات، موضوع القوة فين، يعني ممكن أستخدم لفظ يعني بلطجة. وده هنشوفه في الفيديو ده، السبب اللي خلاه يبقى يروح للإسلام، إن لقى حاجة تتوافق معاه، تتوافق مع شخصيته. زي ما قلت في البداية، أنه زي ما يكون حد لقى جاكت لايق معاه فلبسه، هو ده الموضوع. غير الجاكت القديم لأنه ما ينفعش مع شخصية زي كده. ومع أن يعني المسيح والكتاب المقدس بيغير، يعني هو نفسه لو جه زي ما هو كده للرب وقال له يا رب عايز أعرفك حقيقة، معرفة حقيقية، وعايز أتغير، الله هيغيره. الله بيعمل فينا، بيغيرنا من خلال الروح القدس اللي بيسكن فينا بعد الإيمان. فبيبقى فيه فعلا تغيير واضح على الفكر وعلى التصرفات وعلى السلوك وعلى الأخلاق. لكن ده ما دخلش في الجزئية دي، لكن راح للي يتلائم معاه. ونشوف في الفيديو مع حضراتكم السبب أو الدافع الأساسي اللي خلى الملاكم الأمريكي يعجب بالإسلام. نشوف مع حضراتكم. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. Mm-hmm. They refuse to be insulted. And I respect that. يعني المسلم، انت بتقول ان المسلم هو الوحيد اللي بيدافع عن الإسلام، يبقى في مشكلة في الإسلام. يعني كل الديانات مفيش حد بيروح يقتل عشانها،
ما فيش حد بيروح يعني يذبح واحد في الشارع زي ما بنشوفه، زي ما انت بتقول لو هو لبس تيشيرت مكتوب عليه في لندن، مكتوب عليه زي ما هو قال، ما حدش هيعترض يعني هيعترض ولا هيعمل له حاجه من المسيحيين. لكن لو مسلم هيذبحك ليه؟ ليه المسلم هيعمل كده؟ لانه ده مش من مبدا قوه عضلات اوكي، لكن ضعف عقيده، ضعف ايمان، ضعف ثقه، ده ضعف لدرجه الخذلان، ان هو مش قادر يعمل حاجه فبيعبر عن ضعفه بالعنف. شخص مضطرب ايمانه عقيدته فيها اضطراب داخلي جواه، ما عندوش ثقه، ما عندوش رجاء، ما عندوش يقين، فهو بيقتلك كرد فعل لان هو ما عندوش الحاجه الاقوى اللي تخليه ثابت واللي تخليه يقدر يقول لك يعني ربنا يسامحك والله هو اللي يقدر يتعامل معاك مش انا، لانه واثق في قدره الاله اللي بيتبعه. تعليقك قبل ما نشوف فيديو تاني، اتفضلي يا دكتوره مريم. يعني هو بيقول ان هو اللي عجبه انه المسلمين بيدافعوا عن دينهم. هو قال المسلم الوحيد اللي بيقتل عشان دينه. الوحيد اللي بيقتل عشان دينه لانه الهه قال له ان الله يحب الذين يقتلون في سبيله. فده يدل على ان اله الاسلام. وقال النبي يا ايها النبي حرد المؤمنين على القتال، يعني اله محرد، والتحريض عقوبه يعني حاجه جريمه يعاقب عليها القانون. يعني انا بشوفهم مثلا على الفيسبوك يقول لك ايه الهكم ضعيف، اتضرب واتصلب واتهان وكده، طب ازاي هيحميك؟ طب يعني ما انت الهك لا اتضرب ولا اتصلب ولا اتهان، بس هو عاوزك تحميه، ففين المنطق في كده؟ يعني هو مش عاجبه المسيحيه لانه فيها تسامح. انت حضرتك مفروض تشكر ربنا انه المسيحيه فيها تسامح، لانه لو المسيحيه زي الاسلام وانت طلعت وقلت الكلام ده عنها وقلت انا مش عايزها وهدخل ديانه ثانيه كانوا زمانهم قتلوك. صحيح. هو ده يعني كان احد الفلاسفه قال انه ده الفرق ما بين حب القوه وقوه الحب. الاخ اندرو ده اختار حب القوه. الناس بتفتكر الاخ اندرو حبيب. لا شتان يعني. احنا كنا بنتكلم احنا بنجهز الحلقه يعني الاسم ده مش لايق عليه يعني. حب القوه ده مدي يعني ارضي، لكن قوة الحب دي ما بيختبرهاش إلا شخص فعلا عرف المسيح وتعامل معاه وتلامس معاه في حياته. زي ما حضرتك كنت بتقولي الشخص ده للأسف الشديد أنا توقعي أنه هو ما يعني ما تعملش مع المسيح ولا يعرف عنه أي حاجة، هو عاش حياته كده بالطول والعرض، لفت نظره في الإسلام الحاجة اللي هو بيدور عليها، يعني زي ما بيقولوا كده وجد ضلته في الإسلام. فمش عارفة يعني انا ما سمعتش عبر مثلا جه يحكي يقول انا عجبني في المسيحيه نقطه كده يعني غريبه، لكن المسلم نلاقيه او اللي دخل الاسلام نلاقيه يقول انه عجبني القوه. وحضرتك في فيديوهات تانية عجبه. وانا عايزه كمان عايزه ارد عليه كمان من الفيديو رقم 8 لما هو راح دبي، وازاي الاعلام كله مصور والدنيا مصوره، وازاي اللي هناك الشيوخ في المركز الاسلامي هناك استقبلوه والترحيب، وكل المسيحيين شافوا عادي جدا، اهو الفيديو عادي جدا. يعني انت دلوقتي لو انت العكس بقى، انت فرحان ان المسلمين بيدافعوا، لو انت بقى كنت مسلم في حاجه زي كده كانوا اقيم عليك حد الرد. اهو مع بعض اهو شايفين الفيديو والترحيب بيه. شيوخ الخليج طبعا. The sense of brotherhood is a really big thing. I've been reading online and seeing people's reactions, but فرحانين بيه. It's amazing to see the people. فرحانين ان هو اصبح مشترك معاهم فكريا في تعليم هذه العقيده ومتوافق تماما مع إله الإسلام. طيب ماشي يا أستاذنا، أنت رحبوا بيك، ياريت يعني نفكر يمكن هو ما توصلوش رسالتنا، أو يمكن توصل بشكل أو بآخر، مش هو ده موضوعنا. أنا موضوعي بكشف للشخص المسلم اللي مش فاهم يعني ده أمن إزاي، وهل الإسلام اللي هو بيتبعه أنت موافق عليه، ولا انت بتعتبر النقط اللي هو يعني قادته ان هو يكون مسلم انت بتعتبرها شبهات بتحاول انك انت ترد عليها، ان احنا الاسلام مش دين عنف ولا ده دين سلام اللي هو عمله تماما يلغي
وينفي الفكره اللي انتم بتصدروها للغرب ان الاسلام دين سلام، وده اللي اتكشف للملاكم الامريكي اندرو. طيب ايه تاني بقى؟ وده امر يعني اساسي في الاسلام زي ما قلت لحضراتكم، هو اندرو دوت عامل زي الاسلام، يعني بينتفع من المراه بشكل غير عادي، او منتفع من المراه من يعني من كل الاوجه، ان هو الصوره الاسلام صوره الديانه هي الحجاب. لما بيروحوا في الغرب يعملوا مجتمعات لازم المراه تلبس الحجاب عشان يظهر ان ده المجتمع الاسلامي. في البيت عليها جهاد الارحام عشان لازم تخلف كتير عشان العدد المسلمين يزيد، وبالتالي تزيد فرصتهم ان هم يبقوا اغلبيه في الدول، فيبقى ليهم فرصه للحكم واثبات وجودهم في المجتمعات. كمان المرأة في الجنة هي لترغيب المجاهدين، جهدوا علشان هتاخدوا من الحريات ومن النساء هذه الأرقام وهذه الأعداد. لكن برغم كل الاستفادة اللي واخدينها من المرأة، لكن حاطين يعني عليها كل الملامة وكل العقاب ليها، هي ان هي اللي برغم كل يعني ان هي محور الإسلام لكن مضطهدة، لكن لازم تبقى في البيت ما تقعدش ما تخرجش ما تشتغلش، ناقصة عقل ودين، تشبه الكلب والشيطان والأمور اللي احنا عارفينها عن المرأة دي كلها. وبنلاقي ان أندرو ده متوافق في نفس الأمر ده مع الإسلام، لأن أندرو يعني كان بيشتغل وكل عمله وكل رزقه حقيقي وكل ثروته جات من خلال شغله مع النساء. فنشوف الفيديو رقم 6 الامر ده. هو اللي بيقول بنفسه. And it just grew and grew and grew, and it got to the point where at one point I had 75 women working for me. بيشغلهم في ايه؟ And I'm doing $600,000 a month. So my best can girl can make $2,000 a day. كده ثروته اتكونت من 7 days a week. That's true. That she sequestered an American girl in your flat. هنا في رومانيا لما لقوا عنده ان هو محتجز بنتين بغرض العمل اللي هو كان بيقول عليه. فده شخص غريب جدا يعني، وفعلا فعلا الافكار اللي هو عايش بيها مبادئه هي بتتوافق تماما مع العقيدة الإسلامية اللي هو اتبعها. نشوف من أفكاره تاني فيديو رقم 5 وأفكاره تجاه المرأة. زي ما قلنا هو مستفيد منها، مستفيد منها جدا، هي اللي ساعدته بشكل كبير جدا في تكوين الثروة اللي هو فيها، وهو فكره عنها إيه. فنشوف مع حضراتكم فيديو رقم 5. I'm a Muslim, and I hope you men at home are Muslim too. I'm gonna find myself a nice Islamic ass wife. I'm gonna build up a big pile of rocks in case she gets fresh. I'm gonna be prepared, so I ain't gonna mess around. As soon as I catch her cheating, there's gonna be no delays. No, let me go find some rocks. It's gonna be straight to the, oh, okay, boom. Haram. Quran agrees with me. He says that females who are promiscuous should either be stoned to death or at least cast out from society. You stay in the house. You don't go nowhere. No restaurants, no club. طيب هو شايفين ازاي التوافق اللي في ذهنه وفكره عن المرأة؟ طبعا ده شخص معقد يعني، وعنده مشاكل مع المرأة واضح طبعا، فصب كل غضب وعقابه فيها. وده طبعا بيفكرنا بمين اللي كان عنده مشاكل مع المرأة وحط في شريعته عقابها ووضعها ووصفها الوصف المشين اللي في الأحاديث وفي الآيات القرآنية. بيقول إن هو متوافق مع إله القرآن في رجم المرأة. هو بقى مسلم وهيتجوز مسلمة، يعني بقى مسلم خلاص، المفروض إن أنت اخترت قرار يكون صح، وأنت هتختار واحدة كويسة يعني. لا، إن هو هيتجوز مسلمة، لكن هيخللها قدام الباب، هيبني لها كورة كبيرة من الحجارة، وأول ما تخونه بوم زي ما عمل هيبدأ الرجم. وكمان زي ما شفنا في الفيديو هو طبعا قال أنه متوافق مع إله الإسلام في هذه الأحكام وهذه الشرائع. كمان متوافق معاه أن المرأة ما تخرجش من البيت وتقعد في البيت. ففكر غريب. فإيه رأيكم في عقيدة هذا الشخص اللي بتفتخروا بيه وهو موضوع الساعة اللي انتوا فرحانين بيه يعني؟ فخلينا قبل ما نكمل مع دكتوره مريم ناخد معانا تليفون ابن الرب من فيرجينيا. اهلا بحضرتك. ايوه، ما هو التليفون لسه مفتوح. لا حضرتك معايا، اتفضل اسمعني من التليفون وابعد عن اي جهاز. اتفضل حضرتك. حاضر. اتفضل. الو اتفضل حضرتك.
اختي نورا ازيك يا اختي، ربنا يبارك. انا بعيد عن كل جهاز. اتفضل اخوك يا ابن رب. اهلا. في الستينات، معلش انا كبير شويه، يمكن حد كان لو يسمع كده هيفتكر، كان في واحد اسمه كلاي في الستينات، كان هنا في امريكا برضو، واسلم وسمى نفسه محمد علي كلاي. ايوه طبعا، ولكن مشهور. ده كانت نهايته مرة، يعني لو هم هيبحثوا مظبوط هيلاقوا نهاية الراجل ده، ايده اللي كان بيستخدمها في اللكم والضرب، هذه الايد جالها مرض اسمه الرعاش ومات بهذا المرض. صدقوني، خلي الناس تراجع، قولي له كده، راجع نفسك حبيبي، شوف التاريخ بيقول ايه، شوف المسيحية بتقول ايه، بتقول احبوا اعدائكم باركوا لعينيكم، شوف المسيحية بتتكلم ازاي يا جماعة. مش كل من هو مسلم هو على حق، يعني انا مش عايز اقول في مسلمين مؤدبين، في كويس، بس هو الاخلاق لا تاتي بالايمان، لكن الايمان ياتي بالاخلاق. يعني لما اكون مؤمن اعرف ان الاله هو اللي بيغير، الاله اللي بتتبعه، العقيده بتتبعها، التعليم اللي بتتبعه اللي بيغيرك، ده الايمان صح. لكن الاخلاق، واحد اخلاق، طب ما انا في ناس معانا وكده، وصينيين اصلا وهنود وبوذيين وهكذا، اخلاقهم كويسه لكن مش مؤمنين. اصحى شويه، قول له اصحى شويه فوق، اذا كان هو يعني الله يدي له نعمه، والله يدي نعمه لكل سامع لهذا البرنامج العظيم اللي حضرتك بتقدميه. ربنا يبارك فيك وبصلي من اجلك جدا، انت والاخوه، ان ربنا يديك نعمه تكوني نور وانت نور. ربنا يخليك، اشكرك جدا، شكرا لحضرتك. طيب معنا من مصر تليفون الاخ فريد، او استاذ فريد، اهلا بحضرتك اخ فريد، اهلا بيك. اسمعني حضرتك من التليفون بعد اذنك. ايوه اخ فريد، اسمعني كده. سامعاك، اتفضل حضرتك. اي كنت حابب اشارك بس ان نعمه ربنا هو اتعامل معايا بمعامله خاصه، كنت هفضل مصدق وبنتقدكم زي الناس اللي بتنتقدوا دي، فحابب اقول للناس دي انها تفتح قلبها ربنا. حضرتك اصلا مسلم؟ هو بنفسه اصلا مسلم. نشكر ربنا، عرفت المسيح يعني. انا اول ما شفت موعظه على الجبل وشفت احبوا اعدائكم، قلت لو ده محرف فهو انا عايز ده. هو ده، ربنا يباركك. هو حقيقي ده. هو ده التعليم، هو ده التعليم ده. الكتاب بيديك ايه التعليم اللي انت الجديده اللي هتتعلمها في العقيده اللي انت فيها. ربنا يباركك، في مشكله في الصوت غالبا، لكن بجد بجد اخ فريد ربنا يباركك. لو تعليم المسيح في موعظه الجبل دي هو ده التحريف، احنا نؤمن بهذا. يعني يا مرحب بالتحريف اللي يعلمني ان انا احب اعدائي، يا مرحب بالتحريف اللي يخلي اخلاقي تتبع او تكون بتتعلم او بتتوجه من خلال هذه التعليم الساميه في موعظه الجبل. معايا حضرتك اخ فريد. المفروض معانا. طب سامعني حضرتك؟ يعني اتصال من مصر صعب قوي، لكن طيب لو حضرتك يعني مش سامعني او سامع واحنا مش سامعينك، يا ريت تحاول تتصل بينا تاني، اتشرف بمكالمتك. طب معانا اختنا نهال من لندن، اهلا بيكي اختي نهال، اتفضلي. سلام ونعمة يا أخت نورة، وبرحب بحضرتك، وبرحب كمان بالدكتورة الجميلة مريم. وبجد أنا كنت معجبة بحضرتك جدا من خلال مداخلاتك، والنهاردة زاد إعجابي بعد الرؤية، فالرب يباركك حبيبتي ويبارك خدمتك ويكافئ جرأتك وإخلاصك لتوصيل الحق، أنك تشوفي نفوس بتكتشف الزيف وبتجري على الإله الحقيقي. لأنه زي ما حضرتك ذكرتي، أهم حاجة محركانا ومحركة قلوبنا هو أهمية ضمان الحياة الأبدية للناس دول. والحقيقة العارية الصادمة اللي عايزين نوصلها النهاردة، أنه لا ضمان للحياة الأبدية من غير معرفة شخص الرب يسوع، لأنه مكتوب صراحة ليس بأحد غيره الخلاص. وما فيش حد هيقدر يوصل للآب إلا عن طريق الرب يسوع والاعتراف بصليبه لغفران الخطايا. أما بالنسبة للأخ أندرو وانضمامه للإسلام، فالفيديوهات الحقيقة سيلف إكسبلاناتوري زي ما بيقولوا، بتعلن عن نفسها ولا تعليق. وزي ما حضرتك قلتي قبل كده يا أخت نورة، العدد
في الليمون. صحيح. والتحدي اللي عايزة أحطه النهاردة بقول كده، هاتي أشخاص هذه عددها تركوا الإسلام وجاءوا للمسيحية، هتلاقي السبب واضح وصريح، هو إنهم وجدوا المخلص، شخص الرب يسوع لكل المجد اللي بيعرف بتعاليمه الراقية السامية يغير الداخل ويصنع خليقة جديدة. لكن تعالوا نجيب على النقيض الآخر أشخاص هذه عددها برضو تركت المسيحية وذهبت للإسلام، هنلاقي السبب يا إما علشان الربح المادي، بمعنى إغراءهم بمبلغ كبير من المال، أو لأنه وقع في حب شخص من الديانة الأخرى فاضطر أن يضحي بدينه في سبيل الزواج. صح. ودول غالبا بيبقوا مسيحيين، وده اللي هنشوفه في فيديو من فيديوهات أندرو تيت. معانا الأخت نانا، وده تحدي بقى بتركه مع اخواتي المسلمين اللي بيشاهدونا النهارده على الهواء، وبقول لهم من فضلكم من فضلكم ادوا فرصه لنفسكم انكم تتعرفوا على الرب يسوع وتدخلوا في علاقه وعشره حقيقيه معاه، لانه اله حي مش زي النبي محمد ميت في القبر. صحيح. وشوفوا بنفسكم والمسوا التغيير الحقيقي اللي هيصنعوا لحياتكم ولقلوبكم من الداخل. واتحداكم على الهواء كده لو عرفت تضحوا بيه، لانه اي مغريات اخرى مهما كانت مش هتقدروا تضحوا بالرب يسوع، لانه هو زي ما حضرتك بتختمي الحلقه دايما، هو الطريق هو الحق هو الحياه. اصلي ان تكون الرساله واضحه النهارده لكل مسلم مخلص بيشاهدنا اليوم ويعرف ياخد قرارات حاسمه وما ياجلش، لان التاجيل من عمل الشيطان. الحق نفسك والحقي نفسك قبل فوات الاوان، لان العمر مش مضمون والرب اشكرك اشكرك جدا. طيب معنا تاني اخونا فريد، اهلا بيك اخ فريد. اهلا بيك يا اخ نورة. اهلا، معلش المكالمه يعني قطعت، فعايزين نسمع من حضرتك. انت قلت طبعا يا اهلا ويا مرحب بتعليم المسيح وبالكتاب لو هو ده المحرف. يس. يعني يس، خصوصا انا في الوقت ده كنت ملحد وشفت بالصدفه التعليم، فجيت عند الحته بتاعت احب وعدائكم، قلت بس هو ده اللي انا بدور عليه. امين. فحقيقي اي حد مش مقتنع ان هو ده الله فدي مشكله عنده الشيطان حاططها له، مش مشكله خالص في تعليم طب انت المسيح. انت قلت هو لما لقيت تعليم المسيح قلت هو ده اللي بدور عليه، كان ايه اسباب بحثك من الاول؟ يعني انت كنت في مرحله بحث وكنت ابتديت تفكر، ولا يعني كان الامر جه معاك ازاي؟ انا كان عندي لا كان عندي مشكله مع ربنا بتاع الاسلام. أيوة. في حاجات كتير قوي، وكنت كل ما اتعمق كان كل ما اكفر بالاله ده. ايوه، يعني اللي خدك للالحاد انك تعمقت في الاسلام. اه بس انا ما كنتش اعرف اي حاجه خالص عن المسيحيه خالص، لدرجه ان انا في يوم كنت بكلمه بس كنت ملحد يعني، كنت بقول له هو انت ليه ما جيتش بنفسك؟ مش انت قادر على كل شيء؟ ما كنتش اعرف خالص ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. صحيح. اشكرك جدا، يعني انا سعيده جدا بمداخلتك ومشاركتك، واتمنى يكون يعني اتكلم مع حضرتك و يعني ممكن كمان تكون معانا هنا في حلقة من صوت العابرين، لأن رسالتك أكيد مهمة لكل شخص بيبحث، لكل شخص أمين فعلا وجاد من أجل بحثه لحياته، من أجل نجاته، من أجل أنه هو يكون بيعرف الحق والحقيقة. أشكرك جدا أخ فريد، من فضلك لو ممكن تسيب رقمك في الكنترول روم. أشكرك جدا. معانا الأخت فريال من لندن، أهلا بك يا أخت فريال. ألو أخت نورة، السلام ونعمة المسيح معاكي ومع الأخت رب. مريم، الرب يبارككم ويبارك الأخت مريم وتكون دائما سبب بركة للآخرين ووسع تخومة. أمين. أنا بس حابة أقول لهذا الأخ أندرو الملاكم إن ملاكم بلاش أخ، والكراهية هي جبن وضعف، لأن إله الإسلام ضعيف يريد الإنسان أن يدافع عنه، وحتى عنده حزب الله، لكن الغفران في الإيمان المسيحي هو قوة وشجاعة ومستمدة من الرب يسوع المسيح، وإحنا المسيحيين واثقين بمن نؤمن وإن من نعبد اللي هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد المخلص وهو نور العالم.
لكن إله هذا الدهر وملك هذا العالم قد أعمى ذهن هذا الشخص، وإحنا نصلي من أجله. أمين. والحقيقة هو دخل رأسا إلى الإسلام من الباب الواسع اللي الرب يسوع المسيح بفمه الطاهر قال لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. وهذا يمثل الشقة اللي طلعها بالضبط، مثل إله الإسلام ما يفعله في جنة الإسلام. فمبروك عليك الإسلام، ومبروك جنة الإسلام، روح كمل الدعارة في الجنة. نصلي من أجل ربي يعني يفتقد حياته هو برضو يعني نفس، حتى لو أخطأ لكن الله يقدر يرد. وما ننساش كمان، وممكن إخوتنا المسلمين وأحبائنا كل المهتم، كان في شخص اسمه إسماعيل أبو آدم، ده شخص كندي لما أسلم سمى نفسه إسماعيل أبو آدم بعد 16 سنة، وكان أصبح داعية بعد ما درس اللغة العربية، عشان تعرفوا الخداع فين للغرب. درس اللغة العربية وبنفسه فتح الكتب وبنفسه قرأ، قال لأ ما ينفعش، ده استحالة يكون يعني دين من عند الله، ده دين من عند الشيطان. وهتلاقوا فيديوهاته موجودة على اليوتيوب المهتم، اسمه الداعية الكندي إسماعيل أبو آدم، اللي هو رجع تاني وتعمد وقال للمسلمين ارجعوا اعرفوا الإله الحق الحقيقي واقروا الكتاب المقدس. ده اللي بجد، ده بعيدا عن الخداع اللي من الترجمات المزيفة، ده بعيدا عن شخصية زي الشخص دوت اللي لقى اللي في الإسلام أو تعاليم العقيدة الإسلامية متوافقة مع أخلاقه، عشان كده كمل واتبعها مع أخلاقه، خلي بالكم. فده مختلف. لكن الشخص لما بيستنير، لما بيعرف اللغة العربية ويفهم الإسلام من مصدره، من مكانه اللي إحنا سبناه، اللي إحنا كنا مسلمين وتركناه ونشكر رب ارتدنا عنه، يعرف فين الحق ويعرف يكشف الضلالة وفعلا رسالة الشيطان اللي موجودة في القرآن وفي السنة. طيب قبل ما أرجع لدكتورة مريم، ناخد فيديو 7 في برضو سبب تاني من الأسباب اللي دفعت أندرو تيت الملاكم إن هو الأمريكي إن هو يأسلم، يعلن إسلامه. فنشوف. I have no problems having kids with one woman. It's fine. But if you're going to take 9 months to grow a single simple baby, then you're just messing about. That's your problem. If you do it in 2 weeks and get your act together and be faster, then we won't have to do all this. But if you're going to take 9 months and mess about, then I need 20. So, you know, I have no choice but to have 4 wives as Allah intended. That's why God told us men to have 4 wives, because they knew we needed large families and that women are slow. Allah understands. God understands. You know, if you got yourself a nice Islamic wife, she wouldn't cheat on you. She'd cook for you. She'd look after you. She wouldn't have an OnlyFans. You know, most of the problems you're facing currently with women can be solved by Islam. Understand that the best way to serve God is to also serve their husbands. Where do I get one at? Well, most of your problems could be solved. Where do I get an Islamic? سامعين قالوا ايه، زي ما كانت اخت نهال بتتكلم ان قالوا ازاي ياخد واحده مني. طبعا المراه المسلمه او لما تسلم هتحل كل مشكلتك، يقصد مشكلتك مع المراه يعني مع في مشكله النساء يعني. فهو بيقول ان هو المراه بطيئه بتخلف طفل كل 9 شهور، لو هتخلفي كل اسبوعين ماشي احنا مكملين، لكن كل 9 شهور ده انا عايز 20 طفل. عشان كده الله عارف، بيقول الله يعني ازاي الشخص بيقنع او بيقنع نفسه بحاجه لا يعني ما فيهاش اقناع، ازاي الشخص يكون بيحاول يحط جوه قناعاته او يثبت قناعاته بحقيقه مش حقيقه، ان الله عشان عارف خلى 4 زوجات. طب ما هو الله يعني مش عارف من البدايه يعني او من بدايه الخليقه ان هو خالق ادم وحواء بس؟ ما هو لو عارف نفس المعلومه كان خلق ادم واربع حوات، كان حل المشكله من البدايه. طيب قبل ما ارجع لدكتوره مريم واسمع رايها في الجزئيه دي او الجزئيات كمان اللي فاتت، ممكن ناخد تليفون معانا الاستاذ امين من كندا. اهلا بحضرتك. كل مشكلتك يقصد مشكلتك مع المرأة. حضرتك اسمعني من التليفون عشان اقدر اخد مكالمه. استاذنك حضرتك ابعد عن الجهاز. استاذ امين، استاذ امين بعد اذنك ابعد عن الجهاز واسمعني من التليفون. طب معلش معلش ارجع حضرتك اتصل تاني. أستاذ أمين من كندا اتصل بينا وحضرتك بعيد عن الجهاز، اسمعنا من التليفون بس. طيب لغاية لما يتصل بينا الأستاذ أمين ردك يا دكتورة مريم، معلش طولت عليك.
تفضل. لا ولا يهمك الخمار. انا بس عايز اقول حاجه سريعه بمناسبه الاحتفاء باي حد اجنبي او يدخل الاسلام او اي حد عموما يدخل. كان بالاولى من اللي يعمل كده اليهود، لانه الديانه اليهوديه عدد اتباعها محدود جدا بالنسبه مثلا للاسلام او المسيحيه، لكن ما بنشوفهمش يعملوا كده. غالبا هم عندهم ثقه ويقين في ايمانهم، فهم مش فارق معاهم حد يدخل او حد يخرج حتى من اليهوديه. طبعا الفيديوهات اللي حضرتك عرضتيها للملاكم أندرو ده، يعني أكتر حاجة لفتت نظري طبعا موقفه من المرأة. حضرتك قلتي حاجة يعني مهمة جدا، يعني دايما يقول لك فتش عن المرأة، فهو أكيد في مشكلة ما في حياته مخليه واخد موقف عدائي ضد المرأة. قد تكون المشكلة دي موجودة في علاقته بأمه زي ما قال فرويد، هي اللي خلت نظرته للمرأة بالشكل ده. الغريب ان هو بيقول ان هو بيتربح من النساء، بيقول 600,000 دولار في الشهر، وده مبلغ يعني كبير جدا، ومع ذلك هو نظرته لهم نظره تحقير وامتهان. وده بيفكرنا برسول الاسلام اللي هو يعني سبب وقوف يعني الدعوه بتاعته على رجليها كان خديجه، بالمال وبالتأييد وبحسد الناس ابن عمها ورقة، ومع ذلك تنكر لكل ده. ومجرد ما ماتت خديجة بدأ بقى ينطلق في إشباع شهواته، وبدأ بقى يقول إنه متنا وثلاث ورباع وضربوهن وأكثر أهل النار من النساء ونقصات عقل الدين. فدي أنا بعتبرها شيزوفرينيا، يعني اللي هو بيحب المرأة ومع ذلك هو في عقدة ما مخلياه علاقته بيها مش سوية. هو برضو اتكلم على حاجة حلوة قوي عن المرأة، انه الخيانة وهو حيرجمها. بس انا يؤسفني اقول لك ان انت مش هتقدر تثبت الخيانة على زوجتك في الاسلام، لانه شروط اثبات الخيانة في الاسلام تعجيزية، 4 شهود عدول والمرود في المكحل، كلام يعني شبه مستحيل. فانت حضرتك مش هتقدر تثبت ومش هتقدر تنفذ رغبتك السادية في انك ترجم زوجتك. كمان بيقول حاجة حلوة قوي، إنه المسلمة لن تخونك. طب يعني حضرتك ما قريتش قبل ما تدخل الدين، ما قريتش عن، أنا ما أعرفش طبعا هو بقى شيعي ولا سني، بس يعني حضرتك ما قريتش عن قصة عائشة وصفوان وإخواتك الشيعة بيقولوا عنها إيه؟ مفيش حاجة في الدنيا اسمها زوجة من فئة معينة أو من كاتب يعني من خلفية معينة مش هتعمل. لا طبعا، يعني احنا بنشوف القضايا والمشاكل اللي في البلاد العربية والإسلامية، يعني ده معناه انه عادي وارد ست مسلمة تخون جوزها عادي جدا. وبعدين بيقول لن تبيع جسدها من اجل المال. طب هو حضرتك ما كلفتش خاطرك وقريت القرآن وقريت النور 33، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنه؟ يعني طب لن تبيع جسدها من أجل المال. طب المنطقة العربية كلها يعني ما احترمنا شبكات الدعارة دي، مين اللي بيشغلها، مين اللي بيدعها؟ كل يوم في حوادث في كل البلاد العربية، شبكات مخصصة للمتع الحرام، مين اللي بيشغلها؟ في البلاد الإسلامية اللي بتبيح الدعارة زي تركيا، مين اللي بيشغلها؟ مين اللي بيديها تصريح ومين اللي بياخد عليها ضرائب؟ فيعني تعميمات حضرتك خاطئة. ده يقودني انه ده يعني نوع من التأكيد القوي جدا على نظرية فرويد لما قال انه اللي بيحكم سلوك الانسان منذ بداية الخليقة دافعين قويين هما اللي خلوه يستمر في الحياة رغم الصعوبات لحد النهاردة. دافع العنف، وده طبعا واضح في كلامه، في سبب اللي خلاهم يحذروا من وسائل التواصل الاجتماعي، ودافع الجنس، وده طبعا يعني واضح جدا في كلامه انه هيجوز 4. هو برضو بيقول انه انا عايز في اسبوعين. طب ما هو اسهل لحضرتك بدل ما تتجوز 4 تتجوز ارنبه، يعني الارنبه بتخلف كتير، يعني الريتم سريع. هو الجواز مقصود بيه شركه، يعني ما اتكلمش انه يحب مراته او يحترمها او يقدرها او لا، هو بدور على حقوقه هو وراحته هو ومتعته هو ورغباته هو. فيا ريت الاخت المسلمه اللي هي بتدافع عن دينها باستماته وتقول لك الاسلام كرمني وانا
مش عارف ملكة بحجابي وفخورة مش عارف بإسلامي وما عملت إيه بالقرآن. أنت حضرتك يعني أهو وصل له واحد أهو وصل له الإسلام يعني منين؟ من الجزئية أهو لأن هي تتوافق معاه كمان. لما بيقول للشخص يعني إن هي هتطبخ لك وهتعتني بيك وهتهتم وإن هي أهلها كمان هيراقبوها لو هي عملت حاجة غلط هيراقبوها وإنت هتراقبها يعني برغم إن يعني أنا مش عارفة يعني شفنا أو سمعنا مع الأخ فريد إن هو لقى في الكتاب المقدس موعظة الجبل لقى تعليم عالية تعليم فوق يعني سامية جدا وده اللي إحنا عايزينه كبشر إن ننمو بشخصياتنا بأخلاقنا بسلوكياتنا نلاقي حاجة تدفعنا. لكن هو إيه هو اللي دفعه؟ إيه هو اللي خلاه يوصل لكده؟ هل على حساب على جثة المرأة من خلال تعليم الإسلام اللي قتلتها تماما هو أعلن إسلامه؟ كمان قبل ما تكملي هنشوف تعليق من تعليقاته يا دكتورة مريم بيتكلم نفس الفكرة بتاعة الإسلام إن المرأة بتشبه الكلب بيشبهها بالكلب. فنشوف في التعليق ده وبعدين هاخد التليفون. بيقول لو ممكن نجيب الصورة بيقول إنك أنت لا تستطيع إنك أنت يعني تخلي اللي فيها الترجمة لا تستطيع قدامنا هي لا تستطيع أن تكون مسؤول اللي فوق ده كلامه دي الترجمة لا تستطيع أن تكون مسؤول عن شيء لا يسمع لك لا تستطيع أن تكون مسؤول عن كلب إن لم يطيعك أو طفل إن لم يطيعك أو امرأة إن لم تطيعك. يعني نفس الفكر الإسلامي الرسول الإسلام شبه المرأة بالكلب الأسود والشيطان شبهها كده يعني تقبل وتدبر وفي سورة شيطان وإن هي كالكلب الأسود تبطل الصلاة ده الكلام وإن هي زي ما قال القرآن كسفيها السفهاء اللي مقصود بها النساء والأطفال نفس الفكر اللي توافق معاه الشخص ده. هل أنت تقبلي انك انت يعني يروج ليكي من خلال دينك وده حق على فكره هو ما جابش حاجه من عنده ده اللي موجود في القران والسنه ف يعني فكري فكري عزيزتي المسلمه. طيب ناخد معنا تليفون الاستاذ امين من كندا. اهلا بحضرتك. ايوه 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 ست نوره اتفضل حضرتك. اذا سمحتي انا ليه بس رساله صغيره كنت أنا قلتها بس المياد حضرتك ما سمعتهاش. اتفضل. لا ما سمعتش اتفضل. أنا راجل كبير في السن بس أنا بسمع برامج باستمرار. ربنا يخليك. ودلوقتي أنا عندي الرسالة بقول إن في كل الرسائل اللي حضرتك بتبعتيها الحقيقة أنا ما سمعتش ولا مرة إن الله لم يخلق الإنسان لكي يقتل بل وما كانش موكل أي إنسان في الحياة عشان يقتل الإنسان الثاني. صح. فليه ما بنرشحش ليه لإخواتنا المسلمين إنه مهما جه من رسول جميع الرسل اللي جم ننظر مدى الخليقة هم عشان ينادوا بالسلام وينادوا بالمحبة وينادوا بالقرب من الله وإنهم يطلبوا الله حسب مشيئته وإنه يشوفوا مشيئته إيه انما كل انهم يعقلوا انسان عادي زيهم ابتدى من الجزيره العربيه عشان يقتلهم او عشان يامر بقتلهم يعني هي اللي انا مستغربها جدا انكم لحد دلوقتي ما طرقتوش الموضوع ده. امين امين مش عارف امين. لا رساله حضرتك واضحه طبعا ان الله هو اللي يعني الله مش محتاج انسان يجي عشان يقتله البشر. في حاجة اسمها موت يعني في حاجة اسمها موت ويقول لك ده عمره جه كده وربنا ده قضاء الله وقدره مش ده اللي بنقوله ده عمره. طب إذا كان في قضاء لله وفي قدر أنت بتمد إيدك ليه؟ يعني بتساعده يعني بتديله يد كده عشان هو مش عارف يموت ده أو يموت ده فمأجركم أنتوا. هل الله يعني دوت إله الإسلام يعني زعيم عصابة زعيم بلطجية روح اقتل لي ده روح اقتل لي ده؟ هل ده فكرة؟ هل دي عقيدة تقبل إنك أنت تكمل فيها؟ هل أنت تقبل إنك تفضل تابع لإله بيقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؟ يعني مش كفاية إنه هو ضعيف مش قادر يميت الإنسان اللي هو خلقه ده بكلمة بنفخة يقدر يبيد الأرض كلها؟ لا ضعيف ده ضعيف مش قادر يعمل كده فبيقول له حرض. يعني زي ما قلت في البداية إن إله الإسلام بقوانين الأرض محرض على القتل يعني يعاقب تطبق في عليه قوانين الأرض. أشكرك جدا أستاذ أمين الرب يبارك حياتك ويحفظك. دكتورة مريم في 30 ثانية كلمة ختامية.
تفضلي. طيب يا ريت اخواتنا المسلمين يفكروا هم ليه بيفرحوا باي حد يدخل الاسلام من خارج المنطقه العربيه او المنطقه العربيه. يا ريت يشوف هل الشخص ده دخل الاسلام عن اقتناع ولا لهدف ما ايا كان، جواز، فلوس، شهره، وده ممكن بقى. توافق، حاجه توافقت مع افكاره. ايوه، او ان ده طبعا دي حاجه استثنائيه، ده هو يعني جاي مسلم جاهل، هو يدوب بس نطق الشهادتين، لكن هو البرنامج عنده شغال تمام. يا ريت تشوفوا كمان هل المسلم او الشخص اللي هو بيدخل الاسلام ده بيستمر، هل سلوكه وحياته بتبقى مشرفه. يعني حضرتك اديتي مثال وفي عشرات ومئات الامثله لناس دخلت الاسلام وبعدين اكتشفت الخدعه اللي هي فيها وخرجت منه بسرعه. طبعا لو هم في مجتمعات غير اسلاميه بيبقوا محظوظين لان بيقدروا يمارسوا حريتهم، لو هم في مجتمعات اسلاميه بيبقوا مطاردين بحد الردة. فياريت اخواتنا المسلمين يفكروا، ياريت يسألوا، ياريت برضو الاخت المسلمة تشوف هي وضعها في الداخل والخارج. يعني يمكن بشوف كتير تقول لك انا مش عايز اتجوز عربي، انا عايز اتجوز اجنبي ويدخل الاسلام. طب هو اجنبي ودخل الاسلام وتشبع بالفكرة، صدقيني كنت هسأل نفس السؤال، هل ترضي كمسلمة تتجوزي شخص زي ده؟ كل اللي قاله ده يعني اسلام، هو محتاج شخصية سايكوباتية زي، يعني لا هو كل اللي قاله ده اسلام ماشي، بس هو في كتير من المسلمين مش بيطبقوا الاسلام، لكن ده بصراحه بيطبق اسلام عشرة، يعني ده ياخد الدرجه النهائيه في تطبيق الاسلام. فهل دي الصوره اللي المسلمين عجباهم يعني وحابينها؟ نتمنى نعرف. وهل ده العزه والشرف ليهم؟ شكرا ليكي دكتوره مريم، اشكرك جدا على كل طرح طرحتيه وكل فكره سمعنا من حضرتك تعليقك عليها. شكرا ليكي، الرب يباركك ويستخدمك لمجده. وشكرا لحضراتكم على المتابعه، ورساله لكل اخت مسلمه، بالذات الاخت بقى المسلمه في الحلقه دي، عايزاكي تكوني مركزه، عايزاكي تروحي تراجعي كل كلمه قالها الملاكم الامريكي، وشوفي هل انت كمان هتشعري بالفخر والعزه للاسلام زي ما الشيوخ وزي ما الرجال على المواقع التواصل الاجتماعي كلها يعني هللوا وعملوا فرح ان دوت، يعني كانوا سعداء جدا ان واحد زي ده عز الاسلام. هل انت شايفه عزه؟ هل انت شايفه فخر من الكلام اللي قاله؟ حقيقه انا كان معايا فيديوهات كتيره ليه، لكن يعني ممكن تبحثي بقى بنفسك وتشوفي هو بيقول ايه. وعايزه اقول لك ان كل اللي بيقوله الشخص ده هو الاسلام، هو من الكتب الاسلاميه، هو داخل الاسلام من الباب الصح، من الفهم الصح. فتابعي وراجعي من فضلك واختاري لنفسك الحياه لكي تحيي. طيب اشكر حضراتكم على المتابعه النهارده، وزي ما بنقول في نهاية كل حلقة، وزي ما أخونا فريد فتح الكتاب المقدس ولقى ضلته فيه وشاف موعظة الجبل الجواب والرسالة اللي من الإله الحقيقي ليه، عايز أقول لك رسالة المسيح ورسالة الإنجيل أعلنها الرب يسوع المسيح في ثلاث كلمات، إن هو الطريق، هو الحق، هو الحياة. شكرا لكم على المتابعة، الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. قد ما في آيات تمدد كان كل هدفها تسكت، على قد ما ندوب اسمه الحلو.